هنتقابل يا جماعة مع بعض وهنبدأ نعمل أجمل وأشيك بلوزة خروج بشكل سهل وبسيط قوي ومن الصفر. البلوزة دي تنفع لكل المقاسات ولكل الأعمار، بلوزة 20 24 بطريقة سهلة وبسيطة قوي قوي. يلا بينا أنا وأنتي نعملها، وما تنسيش اللايك الجميل والتعليق الأجمل الاشتراك طبعا اختيارك أنتي، والصلاة على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أهم من الفيديو كله الصلاة على سيدنا النبي. يلا بينا أنا وأنتي نعملها، بس ما تنسيش البلوزة تنفع لكل المقاسات، واحدة واحدة زيادة 2 سنتي للوسط. طبعا البنطلون الاساسي هتلاقيه موجود في كل مكان في القناة، لان انا طبعا بعمله على طول مش بسيبه في اي فيديو، بس المرة دي بالذات حبيت ان انا ابدأ على طول. شايفة ازاي الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. بصوا بقى يا جماعة، اول حاجة خالص كده هنبدأ نقصها بالشكل ده زي ما انت شايفة كده، خطوة بخطوة. طبعا اهي شايفة ازاي البلوزة في منتهى السهولة والبساطة والشياكة والاناقة. اهي طبعا الناس اللي اتفرجت على كورس الكروازيه، طبعا الناس اللي هتبقى منضمه بس في القناه، يعني الكورس ده اساسا يعني فكره او ملخص الكروازيه كله بشكل سهل وبسيط قوي. ليه فتحت الموضوع ده دلوقتي؟ لان هو فعلا حاجه جميله قوي الناس اللي ما شفتهوش، يعني يا ريت. طبعا في كل المستويات بتاعه الانضمام هتلاقي فيها الكورس ده موجود، ايا كان المستوى، اقل مستوى لاعلى مستوى هتلاقي الكورس ده موجود. هنبدا بقى خطوه بخطوه كده، نجيب الخلف والامام للبلوزه بتاعتنا بشكل سهل وبسيط قوي. وهنبدا يا جماعه، بصوا اهو شايفه ازاي الموضوع سهل وبسيط قوي. طبعا الناس اللي هتقول ازاي مريم انضم للكورس او ازاي انضم للقناه، سهل قوي. هتضغطي على كلمه انضمام، هتختاري المستوى اللي تحبيه طبعا واللي هتقدري ان انت تكملي معاه لحد الاخر. طبعا في مستويات، بصي على حسب المستوى، يعني في مستوى دوت دعم بسيط قوي، الدعم البسيط ده طبعا باقل دعم طبعا ده ب5 جنيه. في بعد كده بقى تدريجي كل الاسعار التانية بشكل سهل وبسيط قوي، يعني متخيله 5 جنيه ممكن تشوفي بيها كورس كامل، يعني حاجه جميله قوي. يلا اول حاجه بقى هنبدا نعملها الكسرات بتاعتنا بالشكل ده للبلوزه. طبعا هنبدا نعمل القطعه دي كسرات، ولسه في باقي البلوزه بتاعتنا. البلوزه بتاعتي بقى المفروض ان هي تركب كسرات من هنا من عند الوسط، وهنبدا كمان نركب كسرات من عند حرده الجيرو بالطريقه البسيطه دي. بس انا مش هعمل عند حرده الجيرو عشان انا عملتها في الفستان اللي قبل ده، فستان اطفالي مقاس 7 سنين، لو ما اتفرجتيش عليه تتفرجي عليه لانه هو سهل قوي بسيط. فعشان انا عملته فيها الموضوع ده من عند حرده الجيرو من هنا، شوفيها احسن في الفستان لان هتعرفي اكتر طريقتها في الفستان، وعشان كمان البلوزه دي تبقى بناتي بالظبط. تمام، ادي يا جماعه الكسرات زي ما انتم شايفين اهي، هركن كده الكسرات بتاعتي دي على جنب وهبدا خطوه بخطوه كده نجيب القطعه دي. وهنبدا ان احنا نقص هنا قطعه كده علشان نحطها ليه، ثانيه بس نتنيها. انا بتنيها ليه كده؟ عشان اقيس طول، فانا عايزه طول طول الجنب معايا او بالطريقه دي، وطول الجنب معايا هو ده. فهبدا بقى خطوه بخطوه كده ان انا اقصه بالشكل ده. المفروض ان هي ما يبقاش فيها كسرات قوي، فاهماني؟ اللي انا يعني ما اعتقدش خالص ان انا هعمل فيها كسرات، انا هحطها كده زي ما هي، وانت لو حابه كسرات بتركبي لها، مش حابه خلاص عادي، بس انا هحطها احسن زي ما هي. تمام، وانت شوفي انت حابه ايه. هبدا الاول اول حاجه خالص كده اجيبها هي الكسرات بتاعتي دي، وبعدين احط دي اهي بالشكل ده يا جماعه. تمام، وهبدا بقى خطوه بخطوه من هنا، واحط الطبقه الاولى على الطبقه الثانيه، وهبدا ان انا ادبس كده خطوه بخطوه وبشكل سهل وبسيط قوي. البلوزه يا جماعه خروج تنفع على شتوي، تنفع للمحجبات والغير محجبات بشكل سهل وبسيط قوي، يعني البلوزه نفسها اساسا جميله قوي وبسيطه. اكتبي لي بس في التعليقات ايه رايك في فكرتها. وبالنسبه لبطرون الكم هتلاقيني عملته من كام يوم بشكل سهل وبسيط جدا ومن الصفر برضو، ومفيش في اي حاجة صعبة خالص. بس ممكن ان احنا نعمله هنا مع البلوزة علشان خاطر نكون نكمل الشكل الجمالي بتاعنا، يعني الشكل النهائي بتاعي والشكل الجمالي نكمله للبلوزة بتاعتنا دي اهو. طبعا هنا شلت الدبوس ده علشان خاطر انا كده مش محتاجة ايه الدوران ده او الطول ده. ادي يا جماعة شكل البلوزة. لو انت حابة القطعة اللي من تحت دي يبقى فيها كسرات بتعملي لها، مش حابة تمام. في بقى قطعة تانية مهمة قوي لازم نركب لها كسرات، وهي عند حردة الرقبة. تمام، هنبدأ بقى نيجي من هنا كده ونجيب القطعة بتاعتنا دي، ونبدأ ان احنا نقصها او نسيبها زي ما هي. انا هسيبها زي ما هي، انت حابة ترفعيها اكتر من كده تمام، مش حابة برضو تمام عادي اهي. او خلينا احسن نركبها عند حردة الرقبة يا جماعة. بصوا
هنبدأ نيجي من هنا كده، استنيني بس اهي بالشكل ده بالدباسة بقى مش بالدبابيس، بالدباسة. وهنبدأ نعمل كده كسرات ونمشي، ونفضل واحنا ماشيين كده نعمل كسرات اهي. شايفة ازاي الموضوع سهل وبسيط اوي اهي. وبعدين هنيجي من هنا ونعمل كسرات تاني اهي بالطريقة دي، شايفة ازاي الموضوع سهل وبسيط اهو. وبعدين هنيجي من هنا ونروح مدبسين القطعة دي، ونروح جايين من هنا كده وعاملين فيها كسرات اهي، شايفة ازاي بالشكل ده. طبعا هنا بسيب شوية علشان خاطر ايه تلفلي اهي. ونفس الحكاية من هنا اهو، شايفة الموضوع سهل ازاي وبسيط. اهم حاجة بس يا جماعة اللايك الجميل والتعليق الاجمل، الاشتراك ده طبعا اختيارك انت او قرارك انت، والصلاة على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله. شايفة ازاي؟ ادي يا جماعة الموضوع سهل وبسيط اوي. طبعا بالنسبة للقطعة الاخيرة دي، لو انا حسيت ان هي مش هتكفي، فهبدأ ان انا سايب بس الكتف الاول واروح عاملة قصرة واحدة، وهبدأ اقفلها مع النهاية. يعني المفروض ان القطعة دي النهاية معايا، لحظة واحدة بس يا جماعة كده بشكل سهل وبسيط اوي ومن الصفر. شايفة ازاي اهو، هبدأ واحدة واحدة. بصوا يا جماعة دلوقتي هنبدأ بقى خطوة بخطوة كده ان احنا نرتفع هنا بالكسرات بتاعة البلوزة زي ما انت شايفة اهو. القطعة دي هبدأ ان انا ادبسها هنا، ان انا هدبسها انت مش هتدبسيها، يعني يا مالي الكلام ده، انا هدبسها هنا علشان اوريك الشكل النهائي، انت مش هتدبسيها خالص، انت هتسيبيها زي ما هي، انت على حسب انت حابة تعمليها ازاي اهي. بصوا ادي يا جماعة قطعة الكسرات بتاعتنا، وادي البلوزة بتاعتي اتعملت بشكل جميل قوي، والياقة كمان جديدة، دي الياقة يعتبر اتعملت بشكل سهل وبسيط قوي. بالنسبة للكم بتاعنا هنبدأ نعمل باقي قطعة القماش بتاعتنا كم، طبعا علشان نوفر القماش بتاعي. اول حاجة خالص كده الكم هنعمله المرة دي بشكل محترف شوية بدون اي مسطرة خالص، يعني يا مريم الكلام ده، بس انا هقيس بالمسطرة هقيس بالمسطرة بس. هنبدأ بس نقيس بنص دوران الدراع معانا عشان مهمة اول مسطرة معانا اهي. نجي هنا وهنبدأ ننزل من هنا كده بالطول بتاع الكم معايا اهو، خلاص كده مش محتاجة الطول، هنزل من هنا 7 سنتي بس كده، وهبدأ اجي من هنا كده اهو بالطريقة دي، وهبدأ اوصل بقى طول الكم بالطريقة دي اهو بالشكل ده. اصبح الكم بتاعي جاهز. طبعا انا عملتهولك هنا كده تلت كم للبلوزة، انت حابة تعمليه كم كامل تمام، مش حابة تعمليه الكم يعني الكم نص كم تمام برضو، يعني البلوزة نفسها سهلة وبسيطة قوي ومن الصفر اهي، الشكل سهل قوي يا جماعة وبسيط. طبعا انصح كل الناس ان هي تتفرج على الكورس بتاع الكروازيه، وزي ما قلت لك اقل انضمام زي اعلى انضمام عندي، يعني الاثنين هياخدوا نفس الميزات، هياخدوا نفس كل حاجة، مفيش اي فرق خالص. معقولة يا مريم؟ اه معقولة، بس الفكرة ان اعلى يعني الناس الاعلى في الانضمام بتاخد طبعا شوية ميزات تانيين حلوين قوي، وما ضمنهم الكتاب او الكتب اللي احنا بنسلمها. بص بقى فكرة سهلة وبسيطة قوي. ادي يا جماعة شكل البلوزة في الاخر خالص، لحظة واحدة هوريكي بقى الشكل النهائي للبلوزة. طبعا بعد ما نعمل بقى فيها شوية الحبشتكنات بقى بتاعت الايه المازوت والحاجات دي كلها اهي، ممكن احنا نعمل دي هنا، وعلى حسب طبعا الرغبة بتاعتك اهي. انا حسيتها لا بلاش اللون ده، بلاش اللون ده، خلينا احسن نجيب الفضي، الفضي هيبقى اشيك بكتير زي ما انتم شايفين اهو. وهنبدأ نجيب القطع الفضي كمان بردك بشكل سهل وبسيط اهو كده، وهنبدأ نيجي بردك من هنا كده لحظة واحدة كده اهو كده بالطريقة دي. وادي شكل البلوزة يا جماعة اتعملت معايا بشكل سهل وبسيط اوي، لحظة واحدة اوريك الشكل النهائي. بصوا بقى يا جماعة ده شكل النهائي للبلوزة، اتعملت بصورة سهلة وبسيطة اوي من الصفر. اهم حاجة اللايك الجميل والتعليق الاجمل، الاشتراك ده طبعا اختيارك انت او قرارك انت، وكل سنة وانتم طيبين يا اكبر جمهور في الدنيا، في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطة عمريم احمد، تفصيلة وخياطة بلوزة خروج بشكل سهل وبسيط اوي. البلوزة تنفع لكل المقاسات وكل الاعمار وكل الاحجام كمان، البلوزة خروج، وينفع كمان تبقى بلوزة العيد، وينفع كمان تبقى بلوزة رمضان، وكل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا، في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطة مع مريم احمد.